Iman, um, we have had two hours in the morning, in our morning. Yes. Amazing. Yes. I mean, we had people from Saudi Arabia, from Korea, from Africans, Australians, Europeans. Wow. Yes. That was really nice. <laughs> it was amazing, actually. Yeah. Yeah. We were so blessed, you know, this morning. We were flying, actually, you know. We were on on, on the clouds. I I saw and that. I'm excited. I, I, really saw, I saw that. I mean, I... <laughs> كنا فرحين you جداً the whole reason um, to be بحضور yes. الرب Yes. نعم لعله uh, كان to, اكثر to to الاشياء الامور اللي uh, فرحتنا حضور الرب واننا مغسولين بدم المسيح oh, yes. and, uh, عائله <laughs> المسيح what, forward, you know, I want to, to تنمو كثيرا احب ان اقدم لكم القس Everybody uh, around the world, uh, the prayer warriors, <laughs> the that are going to pray with us. and yes, uh, Dr. Yasser, are you online? Yes, I'm Dr. online. You 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 hear you hear yes, yes, I hear, I hear you. Go ahead, yeah. please. Yeah, thank you so much, Harun. Thank you so much, Iman. <laughs> this day <laughs> is a <laughs> historical <laughs> uh, day. Iman. I did not have faith when I came to know the Lord. I will live to see a day like this.

المسيح called us out وغير in حياتنا مسيانيكا so هي آآ آآ مجموعة. Arabic, المسيح. كنيسة the نسميها أمة المسيح. A وهي تجمع العابرين الذين اتوا من خلفيه اسلاميه وهي تمثل حاضرنا, حاضرنا مع المسيح ومستقبلنا مع المسيح ايضا ومعنا اليوم اناس محاربين في الروح سيشتركوا معنا في الصلاه and اليوم من خلفيات مختلفة وبلاد مختلفة. اشكركم واشكر الجميع كل الحاضرين معنا وكل من صلوا معنا العابرين هم من عبروا من الظلمه الى النور وحقيقه انتم جميعا كل من يعرف المسيح ايضا عبر من الظلمه الى النور يا رب يسوع آتي اليك اليوم، أشكرك لأنك دعيت الكثيرين منا من الظلمات إلى النور، وغيرت حياتنا لهدف واحد أن نكون معك ونخدمك ونحبك، أشكرك سيدي رب يسوع من أجل كل ركبة تكتب الآن لتصلي وتتعبد لك أشكرك لأنك تفتح السماء لنا اليوم لنرى مجد الرب لنرى وجه الرب لنسمع كلمات الرب ونشكرك يا رب لأنك تأتي بنا كأمة المسيح نحتفل بـ جمالك نصلي من اجل عائلتنا نصلي من اجل هؤلاء ونصلي من اجل هؤلاء المسجونين اليوم لأنك تكون انت تشجيعهم نصلي ان تكون انت مرشدنا اليوم يا سيد الرب في اسم يسوع اصلي وابارك جميع الحاضرين جميعنا في اسم يسوع المسيح And Thank you, Dr. Yasser. Shukran, Thank you for Dr. this, Yasser. and I am so thrilled. Good morning. I had more than uh, 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 Yes. Uh, من أجل صلاتك and, and كان معنا uh, تقريب uh, 30 faith, uh, مصلي which, uh, thought, you know, 20, then, uh, كنت اعتقد انه هيكون معنا 20 أو 30 uh, شخص يصلوا معنا او نسمع موسيقى ولكن في الحقيقه لدهشتي كان معنا تقريبا 120 مقطع ارسل لنا يقول انت لست وحدك صلوات من اخوه حول العالم كان عندي مشكلة أنه أدخل كل شريك معنا في الصلاة هناك الكثيرين الذين أرسلوا فيديوهات ومقاطع <تصفيق> أه <تصفيق> أه للصلاة معنا كنت أتمنى أن احنا نحط ثلاث ساعات صلاة ولكن في المرة القادمة يمكن أن نزيد عدد ساعات الصلاة كان uh, معنا uh, إخوة آه كثيرين أرسلوا رسائل آه آه uh, عبر التكس أو الشات آه النهاردة آه آه كنت آه أصلي مع المجموعة البرازيلية the, the, the the آه والبرتغالية والأسبانية هؤلاء الناس بالفعل يصلون. نعم، أحب إن أنا كمان أقول للناس اللي صلوا وطلبوا طلبات صلاة وأرسلوها لنا. إحنا بنقول لكم أرسلوا لنا أيضا كثير من الطلبات الصلاة وإحنا هنكون بنصلي معكم على uh, هذا الموقع uh, mbbglobal.net uh, 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 تقدروا uh, mb uh, تدخلوا وتسجلوا طلبات صلواتكم وترسلوها لنا طول prayers العام uh, أعدكم أننا حنصلي معكم yes. من yes. أجل كل طلبة صلاة اليوم أحب أيضا أني أذكر وده شيء مهم uh, جدا للكل أنه عندنا uh, شركاء yes. كثيرين كان عندهم uh, uh, صعوبة uh, أنهم يرسلوا messages, uh, مقاطع للصلاة I mean, زي uh, uh, جويس ماير so uh, 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 so uh, 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 بدلاً أن uh, uh, يرسلوا uh, المقطع uh, we'll لصعوبة الوقت لكن أرسلوا رسالة Uh, بيقولوا انه احنا بنصلي من اجلكم ونرجو انكم تخبروا المشاهدين Now, باننا uh, نصلي من اجلكم ونحن نشكركم and, uh, والان عندنا الكثيرين الكثير uh, من الناس uh, you know, منتظرين if, if we uh, للمشاركه like, في الصلاه. الكتاب يقول ان اليهود اولا a privilege to yes. introduce. Uh, uh, one I'm very happy to Bible College, uh, Bible School in the world that is Hebrew speaking. Oh, uh, wow! Uh, guess uh, what? They have Arabs and Jews, Jews In Yeshua, in the Bible School, the next. Um, Let's go and see what Dr. Eris has to tell us. שלום פורם ישראל, נשמע מרווילת שתהיה איתך, בואו נשאר. אבינו שבשמיים, תודה לך שאנחנו יכולים לבוא אליך לפני כס המלכות שלך בשם ישוע המשיח אדוננו מישראל. אדוני אלוהינו, זו זכות וברכה עבורנו להתפלל עבור האחים והאחיות שלנו שבאו להאמין בך מקרב העמים המוסלמים פה בכל אזור המזרח התיכון ובכל רחבי העולם. אבא שבשמיים, אנחנו ממשיכים להתפלל שרבים רבים, רבים, eh, מוסלמים רבים מכל רחבי העולם יבואו לדעת אותך, להכיר אותך, ללכת אחריך. אנחנו מודים לך על כל um, אלה שאתה כבר דיברת עליהם, בחלום, uh, uh, בחזון, uh, uh, באמצעות ישראל, שידורים, uh, uh, באמצעות uh, uh, רשתות one, uh, חברתיות. Uh, אנחנו מתפללים שאתה תמשיך עוד ועוד דלתות. وهي أول كلية لاهوتية <applause> للإخوة من, من دمسيانك جوز من خلفية, من, خلفية من خلفية يهودية مؤمنين من خلفية يهودية ويتعلم فيها إخوة من خلفيات عربية وخلفيات يهودية كلهم يجتمعوا على اسم المسيح، المسيح هو الذي يوحد الجميع في محبته، عندما يلتقوا بيسوع تدول كل العقبات والصعوبات والعرقيات، لان يسوع يوحد الجميع له كل المجد. امين. شكراً أخي إيريز uh, uh, وصديقي أيضاً كان يصلي من أجل العابرين ومن أجل الذين يعانون من أجل إيمانهم ويصلي من أجل عائلتهم حتى يخلص الله عائلتهم ونحن أيضاً نصلي من أجلك إيريز ومن أجل كل المؤمنين من خلفية يهودية وكان من الممكن أن نكون أعداء بسبب خلفياتنا ولكننا في اسم يسوع ومن أجل يسوع نحن أصدقاء اليوم Um, we, we have uh, oh, Nilo Narhi. I take this. معنا <laughs> uh, well, الضيف القادم is نيلو uh, نارهي uh, هو من فنلندا. أعرف نيلو Nilo من uh, uh, 36 كان ابي الروحي. الرب اعطاه الرؤيا ان يكلم المسلمين عن المسيح وكان هناك رجل من كنيسه قدمني له وبدانا العمل معه معا والحقيقه انه شرف كبير ان يكون معنا اليوم ويصلي من اجله نعلم أن الكتاب يقول أن اثنان أفضل من واحد واليوم نحن أكثر من اثنين نحن مئات الألاف نصلي من أجل العابرين من خلفية إسلامية يا رب نحن نرفع اليوم مئات الألاف من ال العابرين الذين Lord, اتوا الى الغرب ليعيشوا في الغرب ويكون لهم مكان امن خرجوا من عالم إلى عالم جديد نشكرك لأنهم عرفوك هنا في, فين... في فنلندا باركهم يا <applause> رب املأهم بالروح القدس خاصة can... هؤلاء الذين عادوا, عادوا مرة أخرى إلى بلادهم أصلي من Nilo. أجلهم في اسم oh. امين. عندنا اليوم الكثيرين الذين اريد ان اقدمهم معنا اخ من ايران اسمه ادوين هو يقدم برنامج على قناه محبات المسيحيه مم. <سؤال> <سؤال> مم. مم. الآن في الحقيقة أه قناة محبات بتذيع البرنامج اللي احنا فيه دلوقتي وأيضا يترجموه باللغة الفارسية احنا الاثنين كنا من

آه، هناك مسيحيين حولك آه، آه، من الممكن انك تشعر انه آه، انك لوحدك في هذه الرحله ولكن آه، المسيح واخوتك آه، المسيحيين آه، ايضا معك يوم الصلاه العالمي من اجل العابرين شما آه هو يوم نتذكر فيه أنك لست وحدك كثير من المسيحيين حول العالم آه اجتمعوا ليصلوا معنا آه أخواتنا المسيحيين يصلوا من أجل أخواتهم آه من خلفية إسلامية أنتم مباركون لان هناك الكثيرين اليوم يصلوا من اجلكم And then, في وحده الضيف can القادم you tell us الي كرم uh, من could, لبنان uh, هل يمكن ان تخبرنا uh, 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 عن really? من هو الي هو yes. uh, الدكتور والقس الي كرم <applause> آه آه يقدم برنامج آه على قناة تيليليميو آه هو يحب العابرين ويصلي من أجلهم ويساعدهم وأرسل آه لنا هذا آه آه الفيديو آه ليشارك بالصلاة معنا نصلي يا رب نشكرك في اسم يسوع المسيح شرف أن نصلي من أجل إخواتنا من خلفية إسلامية نشكرك يا رب لأنهم يدفعون ثمن كبير ويخاطرون بحياتهم صلي أن تعددهم وتعطيهم حكمة في مشاركة البشارة أه نشكرك لأنه في المسيح ليس هناك يوناني أو مسيحي أو أممي أو مسيحي من خلفية إسلامية، كلنا واحد فيك. أصلي أن تستخدمهم وتفتح أبواب كثيرة أمامهم. أه نشكرك لأننا تواضعنا عندما سمعنا اختباراتهم هؤلاء اخواتنا من خلفيه اسلاميه ساعدنا يا رب ان نقف معهم ونعددهم بكل ما نستطيع نشكرك لاننا كما في ايام العهد القديم كان هناك مؤمنين كثيرين من قبائل مختلفه ولكن كلنا واحد في المسيح بارك اخي ابراهيم هارون ابراهيم وايضا الاخوه العاملين معهم نصلي ان تبارك خدمه قناه الحياه وتنجح كل ما تستخدمهم فيه Amen. نشكرك في اسم يسوع المسيح thank امين you, you, uh, شكرا uh, uh, قس ايلي uh, شرف لنا ان uh, 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 نرى ان uh, مسيحيين من خلفيه uh, uh, من لبنان uh, uh, يصلوا معنا ويشتركوا معنا في الأيام الماضية تلقيت oh, wow. مكالمتين واحد من قس من, من, كاثوليكي وقس أرثوذكسي وكانوا بيقولوا أنهم يحبوا أنهم يصلوا معانا. ولكن okay. للأسف لو uh, صلوا على الهواء أو, حطوا okay. أو عملوا فيديو um, هيكون I, I عندهم I مشاكل uh, مع uh, السلطات في الأول أنا حزنت لأنهم مش هيقدروا يشاركوا معنا ولكني سعيد أنهم أخذوا الوقت أنهم ما يتصلوا ويقولوا ان احنا هنجتمع وهنصلي حتى لو ما قدرناش نطلع على الشاشه هم دلوقتي هيكونوا بيشاهدوا معنا البرنامج وبيصلوا معنا احنا بنحبكم جدا نشكركم انكم بتقوموا بالعمل ده معنا وتشاركونا His heart is really um, for us and he's والآن us in uh, many سأقدم لكم uh, شخص يهتم جدا بالعابرين هو uh, how أيضا to الأشخاص اللي بيساعدونا في uh, تدريبات في عمل But, uh, الميديا وأيضا Uh, praying for us. Amen. Warm greetings in the name of Jesus هو, Christ. Our Lord. Uh, My name is William Mickler. I'm a missionary bishop of the church. The Bishop William and Mickler. November 18th, I would like to invite you to make history with us. Some people write history, other people read history. I'd like to we pray for Muslim background believers around the world. <applause> احنا اليوم نجتمع علشان نصلي من اجل مسيحيين من خلفيه اسلاميه الكثير من الناس ما يعرفوش عن هذه النهضه في وسط العالم الاسلامي So again, we join us in prayer uh, with MBB Global on November 18th. And thank you in advance. In الرب الرب hallelujah. Hallelujah. Uh, we are so blessed to have so many people are waiting and right now people are praying احنا مباركين جدا انه هناك الكثيرين من الاخوه المنتظرين انهم يشتركوا معنا في الصلاه. نحن يا رب نصلي من اجل هؤلاء اللي الأخب هارون قال انهم كانوا عايزين يشتركوا ولم يستطيعوا. احنا بنصلي ان الله يحفظهم. نصلي حماية millions, millions من أجلهم، الله um, يدعو can, أن يقف children, واحد في الثغر، uh, ولكن النهارده هناك ملايين من, uh, من right أبنائك everybody, everybody الذين يقفون في الثغر من أجل الكنيسة، يصلوا من أجل العابرين. شكراً يا you you الله your من أجل أمانتك معنا. Well, the next our, we have uh, our next uh, guest. Uh, it's Mike Cohen, USA. Can you please tell us? Uh I take that too. Okay. <laughs> <I> take <laughs> that <with> uh, <laughs> Mike Cohen Mike Coon from okay. is a or Mike Cohen. Uh, I met him, uh, if I'm not mistaken, in 1992. Uh, uh, he's a man of uh, uh, the uh, 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 countries in North Africa and Middle East. Um, مايك بيتكلم uh, uh, العربية uh, بصورة واضحة جدا <تصفيق> <تصفيق> أنا أمزح معه وأقول له إنه أنت مولود غلط في أمريكا <applause> هو إنسان رائع وقلبه في المكان المناسب مع الله أنا سعيد أنه آه معنا so آه yes. آه 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 مايك اليوم مايك نحن well. آه نحبك وعايزين نصلي من أجلك أيضا ولكن الآن ده <applause> آه <دا> دورك <تصفيق> <تصفيق> سلام للجميع شرف لي أني أصلي معكم ومع مئات الألاف من إخواتنا حول العالم شكرا هارون لهذه الدعوة والشرف أن أصلي معكم صلاة كتابية لإخواتنا من خلفية إسلامية آه من مزمور 61 اسمع يا رب صلاتي اسمع صرخاتي من اقاصي الارض طلبتك نعلم يا رب انه هناك الكثيرين من اخواتنا الذين يعانوا اليوم ومضطهدين ايضا محتاجين مساعدتك محتاجين قوتك من اقاصي الارض يا رب أطلب منك أنك ترفعني على الصخرة الذي هو أعلى مني نعم يا رب خبئنا فيك أنت الصخرة الحقيقية الصخرة التي تحمينا يا رب لأنك أنت ملجئي. حمايتي بنصلي يا رب أن هؤلاء الأخوة يعرفوا عن يقين يد الحماية والقوة التي ترفعهم في وسط الصعوبات إلى المجد. في رسالة أفسس لهذا أكثو أمام الرب أصلي <applause> <applause> <أي يومنا صف> من أجل أما أما كل عائلة على الأرض وفي السماء أن الله <صف> <مع> <applause> Father, we lift this to you. يعطيكم روحه التي تؤيدكم، we'll بنصلي back. من اجل اخواتنا العابرين، انه الله uh, يقويهم in uh, بروحه. انت uh, رب في داخلهم، في اعماقهم، تكون انت قوتهم. Uh, uh, Father, يا رب ليست القوة في أن ينتقلوا من بلد إلى أخرى أو أن يدرسوا الكتاب بصورة معينة ولكن بحضورك أنت في داخلهم في اسم يسوع المسيح في كمال يسوع المسيح

تغدق على الكنيسه وان هذه المحبه <applause> يكون لها صداها <applause> في المجتمع العابري وان الكنيسه تفتح اذرعها لهؤلاء الاخوه والاخوات من خلفيه اسلاميه <applause> <applause> حتى يعرفوا ما هو العمق والارتفاع محبه الله يا ربنا نسالك في اسم يسوع ان تملا هؤلاء الاخوه من خلفيه اسلاميه بملء محبة الله حتى يعرفوا أن هذا الحب في أعماق أعماقهم ومن خلال البرنامج الآن يعرفوا أنهم مقبولين في جسد المسيح في وحدة المسيح قوي هذه الكنيسة قوي هؤلاء الإخوة في اسم يسوع المسيح. hallelujah آمين. 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 أمين. Uh, we have our next uh, guest. معنا الضيف القادم. هولينا. From Can you Hamalainen. Tell us something about yeah, Hamalainen. Is I like a the name God. Hamalainen. He's, oh, yeah, he's, uh, he's a man of God. <laughs> <laughs> <He's>, <laughs> he eats, drinks, and His position is the worldwide mission organization. I mean, the Pentecostal movements, and all, <laughs> all the, uh, over the world, they are organized. They have the alliance, and <laughs> he is the chair of oh. that. So, um, um, without saying more than that, let's go and see uh, uh, what Arthur is going to say. Our do. Lord Jesus Christ, I pray you that you would bless my brothers and sisters around the world. And to bear it, bless your <coughs> dresses you have to give it to them and bless also their everyday life. Bare <coughs> <In coughs> it, they. أو حياتهم اليومية كل احتياجاتهم. Them. حافظ عليهم. احفظهم احميهم in their lives. عندما يواجهوا مخاطر في حياتهم. Of the of the enemy. احفظهم من هجمات and الشرير uh, you really them. لأنك تحبهم فعلا. Keep them. You will وأنت تحفظهم and, Lord, وتحميهم face أشرق بوجهك عليهم your face is full of love. Your وجهك مليء بالحب تجاههم like وجهك ليس كوجوه العالم مليء بالغضب أو الكراهية أنت تحبهم وأنت معهم Every day. And you want وأنت تنعم عليهم your face كل يوم نعم and يا رب ستسمع صلواتهم وطلباتهم أشكرك يا لأنك تريد أن تعطيهم السلام But you want to give us peace. نعم peace تريد أن تعطينا uh سلام you, يفوق Amen. كل فهمنا وتوقعاتنا. أمين. You, uh, شكراً أرتو. Uh, 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 معنا uh, 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 على الخط. Said, uh, <laughs> uh, no, 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 في فترة الصباح وصلني مكالمتين من إخوة كرديين uh, 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 فبيسالوا واحنا كمان عايزين نشارك um, and, uh, so وهم we معنا الان معنا we الاخ توم دويل ثم سنلتقي بالكُرديين نحن لا نضطهد احد ونحب جميع اخواتنا <laughs> he is uh, uh, actually he gave us some of the testimonies to have on mbbglobal.net thank you very much for that and so we will uh, hear tom and so you saw Tom, us and for us all tom <laughs> of of oh, great to be with you what a privilege today شرف ان اكون معكم يا رب أه يسوع اشكرك من اجل اخواتي الذين أه اتوا من خلفيه اسلاميه الذين أه حسبوا حساب النفقه وخاطروا بحياتهم وعملهم هم بالفعل الملح ملح الارض This movement that آه. Jesus, that نصلي أن نفهم عالميا هذه النهضة التي نراها في وسط هؤلاء الذين آه. يروا رؤى وأحلام آه. 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 ترشدهم إلى يسوع المسيح نصلي يا رب أن تحفظهم ككنز أمامك الكثير منهم في سجون الكثير منهم في مخاطر نصلي أن هناك من يقفون إلى جانبهم اليوم يا رب نريد أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم نحن نؤمن انهم المرسلين القادمين للعالم كله ونصلي يا سيد من اجل كل العابرين في العالم اذا كانوا مسجونين او اذا كانوا مضطهدين اصلي ان تباركهم وتعطيهم نعمتك وحمايتك نشكرك من أجلهم ونشكرك من أجل Jesus شرف returns. الصلاة من أجلهم سنصلي حتى يأتي يسوع نصلي so من أجل كنيسة العبيد نحبكم Amen. كثيرا ونصلي في اسم you, يسوع to شكرا توم uh, 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 so قبل uh, ان نقدم فيديو من كردستان يجب ان نعلم انه الاكراد مضطهدين من سنين طويله انا احييهم لانهم الاكراد عندهم

من نحن أكراد مؤمنين وأنا أيضا مسيحي أحد الأكراد المسيح المؤمنين اليوم أند uh, uh, right. نفخر uh, like أن نحن نكون جزء منكم إيمان yes. um, ممكن تصلي fine, من أجل كردستان حتى يعد الفريق الضيف yes. الآخر like القادم yes. نصلي من نساء الأزيديات الذين اغتصبوا وأوذوا كثيرا سأصلي باللغة العربية إن سمحت هاللويا شكرا لك ابانا الصالح شكرا لك الهنا القدوس يا الهنا سيدنا يا رب كنصلوا يا رب الان الهنا القدوس لكل هذه المنطقه الهنا القدوس يا رب الشرق الاوسط إلى حبيبي يا رب الكردستان إلى القدوس يا رب كل الاكراد في اسم الرب يسوع المسيح يا رب يا رب احنا نرسل لهم يا رب تحيه محبه يا رب وتشجيع الهنا القدوس إلى الحبيب يا رب كنقول لك الهنا القدوس شكرا يا رب أجل كل العمل يا رب اللي كدير في كردستان يا رب وكل باقي المناطق الهنا القدوس يا رب رغم الاضطهاد رغم يا رب العذاب الى نقدس اسمك مرفوع يا ابانا الصالح اسمك مرفوع يا ابانا الصالح يا رب رغم كل كل الالم اللي داست فيه يا رب هذه المنطقه الى نقدس يا رب فقط هذه يا رب سنوات قليله الى نقدس سيدنا وكل اليزيديين يا رب وكل الاجناس يا رب الناس اللي مختلفين الى نقدس سيدنا يا رب من كل الطوائف إلى حبيبي يا رب يديك عليهم الى القدس يديك الى الحبيب يا سيدنا، يا رب انت ترحم وتلمس الى القدس هذه الارض لمسه شفاء في اسم الرب يسوع المسيح. لمسه شفاء الى القدس وتحرير وحريه. هاللويا هاللويا أمين Hallelujah. Thank يا رب. Right. Um, actually, uh, we have a next uh, a Zoom just like live. Yes. Uh, uh, معنا. I want just to ask if, if the director or one of the, the guys that there is, uh, if, if uh, Pastor Richard uh, um, we had in the morning, in this, this morning, Pastor Richard us, and he was, he uh, was in the, the middle of the evening. He was in the middle of the evening. I would love um, to see him if he's back into the second session. Yeah. ولو لو كان معنا احب uh so انه uh oh, yeah. so يصلي yeah. معنا مره اخرى لان yeah. صلاته Let's كانت مشجعه جدا الضيف uh, uh, القادم هو مارك برينغ وسيشارك معنا من هو ويصلي uh, 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 من اجل العبرين شكرا مارك سالته ايه قبل نضع لك شكراً <laughs> <laughs> Uh, شرف أن أكون معكم اليوم uh, خدمتنا uh, مؤسسة في uh, Muslims, uh, uh, أمريكا من uh, Um, for you, for the Muslims, for اليوم to be آه من خلال and هذه الخدمة آه هناك ستين ألف آه شخص يصلوا من أجلكم اليوم آه والصلاة هي آه رأس الحربة Um, والتاريخ uh, like يؤيد او او uh, يكتب ان uh, uh, المصلون هم من يقودون uh, 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 التغيير في الحياه المسيحيه Beginning with verse three, and it says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through uh, the resurrection uh, of Jesus uh, Christ from the death, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, mm -hmm. kept in heaven, who by God's power are being guarded through faith for salvation. <هضح> يا رب نحن <سلام> نشكرك من أجل هذا الاجتماع الرائع كل العابرين والكنيسة يجتمعوا اليوم ليصلوا نشكرك يا الله <مشورك> من أجل الألاف والملايين الذين أتوا لخلاص المسيح من خلفيات مختلفة يا <يشورك عب> رب نحن نريد أعظم من ذلك نحن نريد أن تجذب الكثيرين إلى صليب يسوع المسيح أنت أمرتنا يا رب أن نصلي من أجل الحصاد ومن أجل هؤلاء اللي يأتوا ليشاركوا في الحصاد نصلي أنه بروحك تقوي الكنيسة حول العالم كما يقول الكتاب احفظ قلوب هؤلاء العابرين احفظ قلوبنا أيضا حتى نكون واحد في المسيح. ونشكرك لأنه حتى في هذه اللحظة ونحن نصلي هناك الكثير من المسلمين يأتون لمعرفة وخلاص يسوع المسيح. امين نحن نشكرك يا رب اثنين ألف يصلون اليوم ويصلوا معنا ويصلوا أيضا كل يوم من أجل خلاص المسلمين حول العالم رب نحن نقدم شكرنا لك ونقدم شكرنا, لك ونقدم شكرنا, لك ونقدم شكرنا لك لأخواتنا uh, من أجل أمانتهم أمامك. Lord. Hallelujah. القائمة طويلة. Uh, so so our القادم uh uh uh, uh, okay. uh, okay. uh, uh, من ألمانيا. Uh, every second year they have uh, in November <laughs> Just right now. Okay. Um, so um, they have كل سنة uh, and, uh, في نوفمبر بيكون عندهم مؤتمر زي في هذا الوقت تقريبا in, in من Europa أجل uh, many, many الكنيسة المضطهدة من مئات السنين كان يوم الأربعاء في منتصف نوفمبر هو آه آه اليوم آه. الذي آه. تصلي آه. فيه الكنيسه آه. من اجل المضطهدين آه. حول العالم آه. واليوم هو هذا اليوم بالتحديد آه. ونحن سعداء ان نصلي في هذا اليوم أشكر <سؤال> الله أنه آه <applause> آه آه هذا اليوم خصص أن يكون آه يوم صلاة ترفع في آه الكنيسة العابرين من خلفيات إسلامية آه وهو يوم آه يعني صمموا الله من أجلنا أن نتحد في الصلاة أمامه لتتحد الكنيسة معا ولتتحد قلوبنا كاخوه واخوات ليس فقط من اجل المضطهدين منا ولكن من اجل مجد اسم الله كما نرى لغات مختلفه تصلي من اجل رفعه اسم ومجد الله في وسطنا قلوب متحده في محبه المسيح خلفيات مختلفه هذا بالفعل حدث تاريخي نحن اليوم نرى اناس كانوا يحاربون بعضهم البعض لسنين طويله ولكن يتحدوا من اجل رفعت مد المسيح وفي محبه المسيح الأذاب جميع الصعوبات والمعوقات التي يمكن ان تفرق بين الناس وبعضها ولكن محبه المسيح فقط هي التي توحد هذا العدد الكبير Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du deine Gemeinde weltweit baust. Und ich danke dir für die geistlichen Aufbrüche, für die Erweckung in der arabischen Welt. Wir freuen uns über jeden, der dich als den Heiland und Retter und Vollender der Welt. ich bitte dich weiterhin, Aufbruch und Mut. الصلوات حتى الغير مفهومة بالنسبة لنا من لغات أخرى تكون مشجعة لقلوبكم وتكون مفهومة بوجود روح الله في وسطنا نحن نتحد من أجل مجد الله أمين القس مارتن صلى من أجل عابرين من خلفيه اسلاميه وقال انه شرف ان نصلي من اجل ملايين العابرين uh, قال uh, أنه uh, هناك uh, على الأقل ست ملايين uh, ونحن نعلم uh, أنه هناك الكثير uh, أكثر uh, من uh, ذلك uh, وقال uh, أنه في كلية اللاهوت هناك يجتمعوا uh, 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 في اجتماع uh, صلاة, uh, صلاة uh, uh, من أجل uh, العابرين uh, أيضا قال أن الكنيسة uh, في, uh, في أوروبا, uh, 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 في أوروبا uh, 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 يجب ان تتعلم من العابرين كيف هم في نهضه روحيه وقلوب مهتمه بالمشاركه. هناك الكثير من العابرين في اوروبا الشيطان اراد ان ياتي بكثير من غير المؤمنين او المسلمين لاوروبا ولكن احنا شايفين انه النهارده هناك العابرين الكثيرين الموجودين في اوروبا اللي حيشاركوا كلمه الرب. الكثير منهم موجودين في أوروبا في يوم من الأيام ويوم قريب جدا سترى أن هناك عابرين سيكونوا قادة وقسس ومصلون وعاملون على الأرض حتى يقودوا أوروبا للمسيح الفيديو القادم من Uh, movement, uh, رجل يقود مع اخوه اخرين اسمه ماكس uh, <applause> ولكن uh, هو في الحقيقه محمد ونحن سندعو محمد احييكم في اسم يسوع المسيح آه في يناير آه 1980 كنت آه مسلم وقبلت المسيح كمخلص شخصي احييكم آه في آه اول يوم عالمي للصلاه من اجل العابرين آه احبكم وافرح معكم آه اسرتي الكبيره اسمي محمد سعيد آه قبلت المسيح Uh, وطلبت من الله <applause> ان يستخدمني من الله <applause> وقد استخدمني الرب في امور كثيره وانا اقف معكم اليوم اصلي واسبحه وامجده من اجل العمل العظيم الذي صنعه في حياتي وفي حياه أخواتنا من العابرين من خلفيه اسلاميه هؤلاء الذين قبلوا المسيح مثلك ومثلي الرب يبارككم شكرا محمد ماكس اشكرك من اجل هذه الصلاه كنت عايز اقول انه دلوقتي احنا عندنا خدمات كثيره فيها آه اسمها آه المسيح للمسلمين والمسلمين للمسيح آه عندنا آه منظمات كثيرة جدا مشتركة معنا الاسمبليز اوف هارت فور ايران والحياة آه آه الخدمة آه الصومالية المسيحية أيضا Uh, معنا اخوه من سويسرا، مع المانيا، معنا assemblies of من اوروبا و معنا Gauntlet, uh, day, كل هذه الخدمات من افريقيا، اوبن uh, دورز، uh, uh, الكنيسه الكوريه، اي uh, القائمه طويله uh, <applause> جدا. اذا <applause> نسيت اني اذكر احد الاسماء <applause> لهذه المنظمات حتشوفوهم على <applause> آم 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 مواقعنا. نحن نتحد معا لنصلي، فقط الله هو الذي يمكن ان يجعل ده ممكن. نحن كمسلمين من خلفيه مسيحيين من خلفيه اسلاميه ليس عندنا مشكله مع اي طائفه من الطوائف. معنا الان الضيف القادم من منظمه فويس اوف ذا مارترز هي منظمه لمساعده هؤلاء المضطهدين معنا ايرن شكرا <applause> uh, so an <applause> uh, ده فرح وشرف لي uh, اني اشارك في هذه هذا اليوم للصلاه قلبنا ان نخدم اخواتنا من خلفيه uh, اسلاميه uh, <applause> ليعرفوا ان احنا نقف معهم وانهم ليسوا وحدهم. <applause> نحن نذكر بعضنا البعض امام الله نشكر من اجل العمل الذي يعمله في العالم الاسلامي ونريد ان نستمر في تشجيع بعضنا البعض ونصلي أن يؤيدوا بالروح القدس ويشاركوا البشارة والخبر الصار مع جيرانهم ومع أهلهم شكرا لكم جميعا الكتاب يعلمنا أن نذكر هؤلاء المسجونين المضطهدين لأننا جسد واحد نعم نحن جسد واحد في المسيح مهما كانت خلفيتنا آه نحن جسد المسيح آه نعلم ان هناك الكثيرين منا في اماكن صعبه آه آه ومضطهدين آه ولكن آه نعلم ان الله معهم فلنصلي معك يا رب نشكرك لان لانك انت تجذب الجميع حول العالم انت آه تتحرك في وسط العالم كله، حتى في وسط هذه الفوضى الموجوده في العالم كله، نرى انك تجذب الكثيرين لك. نشكرك لانك انت من جذبتهم. اشكرك لانك اتيت باناس من خلفيات مختلفه تصلي من اجلهم اليوم، نصلي ان تباركهم، نصلي ان تثمر في وسطهم. أنت دعوتنا أنت دعوتنا أن نكون جسد واحد أمامك ونشكرك ونعطي ونرفع هذا اليوم لك ونصلي أن تستمر في جذب الكثيرين لك أمين Hallelujah. Hallelujah. رائع جدا so أن آه 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 you know, تكون آه آه هذه آه آه as as آه النبوءة Nine أمامنا أو أو آه تصلى uh, من أجلنا أننا لسنا uh, وحدنا uh, guess, أو أنت لست وحدك الضيف القادم الضيف uh, القادم uh, 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 صديق من سنين طويلة قبل ذلك أريد أن تصلي من أجل صديقة لنا وهي شريكة معنا في العالم في العمل اسمها ليسلي اليوم نصلي من أجلها ولكن أيضا فلنصلي uh, من اجل هؤلاء uh, الذين uh, يعددون uh, ويصلون معنا uh uh حتى to, uh, well تصل كلمه our المسيح الى العالم like uh, it um. no. the um. نصلي so من اجل ايضا Uh, we go to the next. Okay. أيضا نصلي آلين. من أجل العائلات آه العابرين اللي بينشئوا أطفال آه في هذه الظروف رب أنت ترى آه ما يحدث أنت آه تعلم أين الألم في اسم يسوع المسيح المسها يا رب في اسم يسوع كل شيء في جسدها يا رب ايدها ارفعها قوتها يا رب طاقتها جدد كل ما فيها يا رب في اسم يسوع المسها الان اينما كانت ان كانت تشاهدنا الان ولكن يا رب انت قل كل كلمه يا رب فيكون لها شفاء ايضا اصلي من اجل امي وان تضع انت يدك عليها وكل الامهات والاباء الذين يعانون من الام كثيره ولكن ايضا هم عانوا لينشئوا اجيال من المؤمنين أصلي من أجل هؤلاء الأبطال الذين لم يكتموا الكلمة ولكن ثابروا حتى تصل كلمة المسيح في, في في المغرب في أفريقيا في كل العالم أصلي من أجل هؤلاء الأبطال الذين يحتاجون أن تقويهم أنت شفاءك ولمستك في اسم يسوع المسيح امين شكرا ايمان من اجل هذه الصلاه معنا باب امري رجل عدد الكثير من العابرين حول العالم شكرا باب أحب أشارك معكم كلمة من uh, uh, to say uh, there أحد إخواتنا صديق ليا قال أنه في أه هناك أه أنواع مختلفة من المرسلين, المرسلين المرسل الذي يصلي، والمرسل الذي يعطي، والمرسل الذي يذهب. أه واليوم يا رب انا اشكرك واصلي من اجل كل هؤلاء المرسلين عبر السنين الماضيه الذين انت أرسل ارسلتهم أشكرك من أجل مرسلين يعملوا اليوم، من أجل إخوة كثيرين زي سام سوليمان هارون الأب زكريا رشيد أماني، أشكرك من أجل قنوات أنت استخدمتها يا رب، إيران alive and محبات uh, uh, and uh, الحياة and set uh, seven uh, نصلي من أجل وأشكرك من أجل جويس مايرز وخدام كافرين أن تستخدمه أشكرك من أجل uh, الخدمات uh, والاجتماعات وال, uh, الصلاة التي هي حول العالم تصلي من اجل هذه الخدمه نشكرك من اجل الكنائس البيتيه في ايران اشكرك من اجل الخدمات الكثيره المباركه في تركيا كخدمه الاخت ايشك نشكرك يا رب من اجل كل ما أنت تستخدمه من التقنيات التي تستخدمها كالساتلايت تي في والسوشيال ميديا لتتقدم كلمتك في اسم يسوع أشكرك من أجل الكنائس البيتية التي تستخدمها اليوم ونشكرك لأنك أنت اليوم تسجل القصة الجديدة التي تكتبها من خلال العابرين من خلفية إسلامية نحن نعطيك كل المجد آمين آمين، Thank you, Bob, for, this. And now الان uh, سنشاهد احد الفيديوهات الذي ارسله uh, الاخ again, وحيد أحب أن أقول لإخواتنا من محبات تي في نحبكم وسعداء أن احنا نتشارك في هذا البث اليوم فلنسمع الأخ وحيد ومن هناك سنذهب إلى البرازيل ونشترك في اجتماع الصلاه البرازيلي. <applause> <applause> هناك اعداد كبيره من الناس تصلي معنا اليوم. السلام نعمة الرب يسوع، معكم وحيد من برنامج الدليل على قناه الحياه المسيحيه. جزيل الشكر للسيد الرب اني اشارك في <applause> هذا اليوم، يوم الصلاه العالمي من اجل كل من هم من خلفيه غير مسيحيه وقد جذبهم المسيح بحبه العجيب. أيها الآب السماوي آتي إليك في اسم يسوع المسيح ابنك البار الذي به سررت الذي أعطانا بذبيحة نفسه قبولا أمامك لندخل إلى محضرك المقدس كأبناء لنا سلطان بالإيمان باسمك العظيم. وصلي يا سيد الرب من أجل كل الذين أتوا إليك من خلفية غير مسيحية وهي خلفيات كثيرة يا سيد في العالم أشكرك لأنك افتقدتهم أشكرك لأنك بحثت عنهم أشكرك لأنك انتظرتهم وها قد أتوا إليك يا سيد أصلي أن تباركهم أصلي يا رب أن تعوضهم الكثير منهم فقدوا عائلاتهم الكثير منهم يا رب عانى معاناه كبيره الكثير منهم طردوا رفضوا اتهموا بالجنون منهم من سجن منهم من عذب وصل يا رب وانت الوحيد القادر ان تصل الى الجميع نوصل يا رب ان تبارك كل شخص وان تطيب قلب الجميع لانك انت اله المحبه والرحمه ارفع هذه الصلاه مشفع بدمك الكريم وروحك القدوس واسمك العظيم الذي دعى علينا ولك كل المجد امين Graça e paz é uma grande alegria poder fazer parte dessa grande família شي انا اعتقد اننا الان to be here with you guys this family

Não estamos e vocês também, os Ele nos informa. Garantiu-lhe Jesus, com toda a certeza vos asseguro, que ninguém que há deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente

em ah, a 10 ainda قال المسيح انه من ترك اب او ام او عائله او اخوه من اجلي يسوع apresentando os muçulmanos que se renderam ao evangelho e que agora se lançam também no desafio de proclamar a mensagem do evangelho aqueles que ainda se encontram envolvidos que se encontram sobre من أجلكم اليوم، من اجل اخواتي العابرين الذين أعتنقوا هذا الايمان. وحوربوا من اهلهم وصلاتي أيضا أننا نحن المسيحيين أه, نكون you know أه, uh, عائلة لإخواتنا العابرين. يا رب نعظم اسمك. Not, أنت قلت أننا لسنا وحدنا قلت أنك ستكون معنا من الآن وإلى الأبد وأنت أيضا قلت وأعطيتنا فرح فوق ذلك فرح ان نكون لنا مئات من والاف من الاخوه في الايمان، عائله من اخوه واخوات، لنكون عائله حقيقيه تدعى الكنيسه. الع... عائلة تعيش متحدة. عائلة تعيش مقدسة. ولكن أيضا عائلة تريد أن تنمو في العدد. وشهوتنا يا رب شهوة قلوبنا أن أ... تصل كلماتك نصلي ان إخواتنا, اخواتنا المسلمين أه يصلهم آه 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 انجيل يسوع المسيح نصلي المسلمين. ان تشجع وتقوي اخواتنا ونصلي ايضا في اسم يسوع Bring um, weakness in the church all over the world, a place <adequations> of leaders, pastors, and this weakness especially in the leaders, pastors, this witness, the one that we really and need to be a family, that they, they find in us. para uh, a, conosco, a e que sejamos em tudo bem sucedidos. A na e queremos dizer e encorajá-los que eles não estão sozinhos e que eles podem contar conosco. And we pray, Lord, that ونصلي أيضا أن إخواتنا من خلفية إسلامية يجدوا عائلات مسيحية تحتويهم وأن يعتمدوا على صلواتنا من أجلهم وتعضيدنا المادي لهم إن احتاجوا بكل ما نستطيع وبكل جهدنا حتى لا يشعروا أبدا أنهم متروكين، بل يتشجعوا ويتقدموا للأمام، وأن نكون معا كعائلة حقيقية، في اسم يسوع، <applause> الذي يحيا ويكون إلى الأبد. لنصلي سلام المسيح معكم جميعا. Lord we نعم يا رب نعلي اسمك. We want to نرفع اخواتنا العابرين امامك. We pray Lord for their security. نصلي من أجل أمانهم In so many في need to keep a مواقف كثيرة وأماكن كثيرة يجب أن يعيشوا حياة فيها سرية من أجل أمانهم لكن نسألك يا رب أن تعطيهم قوة وأن يشعروا بالأمان أن يكونوا حكماء حتى يتقوى إيمانهم فيك يا رب يسوع المسيح حتى في المواقف التي يشارك فيها إيمانهم بك سيسمعوا من روحك القدوس وإرشادك أبقي حياتهم في أمانك احميهم انقذهم من الشرير

Um, thank you, Lord Jesus. I want also to uh, yeah. uh, thank you, Pastor Jabe and Pas Pastor Alana. Let's go back into Pastor Dagnaldo. And I just want to apologize. The Brazilian church, they send us a song, and we're running out of time. That's why we will skip the song. But the song will be on mbbglobal.net. الكنيسه البرازيليه ارسلت لنا ترنيمه ولكن لم يبقى وقت كبير حتى نعرضها ولكن ستجدوها على موقعنا على MBB Global فلنعود الى أخواتنا من البرازيل مره اخرى شكرا أخونا هارون so, والجميع uh, شرف أن نكون معكم اليوم نصلي رب, رب نرفع اسمك for, uh, ونشكرك من أجل هذا الوقت نسألك يا الله أن تكون spirit, قوة أخوتنا حتى يتشجعوا كل يوم وينتعشوا بروحك القدوس ان يكونوا في مسيره معك مسيره ثقه انك معهم وان انك لا تتركهم نشكرك يا الله لاننا عائله عائله معك وانا فرح اننا معا في هذه المسيره طول حياتنا نحن نسير معا كاخوه ونشكرك thank you. Thank you so <laughs> يا الله <applause> شكرا أخونا وإحنا عندنا مشكلة لكن مشكلة كويسة إنه إحنا ما عندناش وقت ولكن عندنا إخوة كتير عايزين يشاركوا معنا ودي مشكلة جيدة أحب أني أقدم لكم أحد القادة, القادة uh, المعروفين في uh, الكنيسة المعمدية um, القس روي أخواتي وأصدقائي from Brazil, uh, and from Junta de Mundiais, uh, أهلا بكم من uh, البرازيل so أنا سعيد جدا أني أكون معكم هنا في هذا اليوم الالهام شكرا لهذه الفرصه ان اصلي معكم بالاسبانيه حتى اقدم او اكون نائب عن امريكا اللاتينيه في الصلاه من اجلكم احنا في الحقيقه نشكر الله انه حقيقة يتحقق أمامنا أنه كل ركبة تكثو أمامه وكل لسان يسبحه ويمجده اليوم بشكر الله من أجل فرصة لإخوة كثيرين يصلوا من أجل كنيسة العابرين وأيضا من أجل أنه كنيسة العابرين هناك في كثيرين من العابرين من خلفيات وبلاد ولغات ومناطق مختلفه في العالم يتحدثون لغات مختلفه كثيره ولكن لغه القلب هي يسوع المسيح لكل عابر وعابره اليوم نشكر الله من اجل هذا اليوم التاريخي الذي نعلم ونؤمن انه سيكون بدايه جديده مغيره لكنيسه العابرين واولادهم واحفادهم كل النبوءات التي صلاها رجال ونساء الله من اجلكم اصلي ان تقبلوها في اسم يسوع المسيح وان تكون بدايه جديده في حياه كل منكم لنرى عمل الله في وسط عائلتنا ونرى عمل الله في وسط اسرنا ونرى يد الله تغير العالم حتى نقول معا مجدا لله ونقول معا مران اثا امين تعالى يا رب يسوع Que están involucrados en esta misión, mm, ¿y no nos ayude, Señor, a hacer herramientas en tus manos para impulsar, fortalecer y ampliar este movimiento de oración por nuestros hermanos. que لإنه إخواتنا العابرين اليوم يعرفوا ويعلموا أن الأشياء العتيقة قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدًا. أمين. غلوريا أديوس. غلوريا أديوس. Okay. Who Who Who's next? Brother Harun. البرازيل you know, uh, 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 yeah, بركتنا اليوم معنا uh, اخ uh, 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 yeah. اجرى عمليه جراحيه ثلاث من منذ ثلاث أيام ولكنه أصر إنه يكون معنا اليوم وهو من Assembly of God وهم يعني على الأقل ستة أو سبعة ملايين من الإخوة بيصلوا معنا اليوم سيصلي باللغة البرتغالية <تصفيق> 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 uh, اللي بيفهم اللغة الأسبانية يقدر يفهم بعض الكلمات في البرتغالية ولكننا نعلم أنه سيصلي معنا ومن أجلنا القس باستر ساول أحييكم إخوتي to آه في اسم يسوع المسيح. أنا سعيد أني أكون معكم في هذه اللحظات وأن أكون جزء من هذه الحركة أو النهضة Quero Cabira. parabenizar, pastor Aron, toda a equipe da MBP Global por esta iniciativa. أريد أن أحيي القس هارون uh, uh, وكل ال, uh, القادة الذين uh, اجتمعوا معا uh, <applause> لي, ليجعلوا هذا اليوم uh, واقع وحقيقة وأريد أن أقول and أن البرازيل معكم you. أخواتنا uh, uh, نعددكم في هذا اليوم يوم الصلاة العالمي للعابرين uh, of of <applause> أنا uh, الـ sure بتاع sure uh, بتا right? uh, 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 God في البرازيل وأريد أن أصلي من أجلكم No, uh, 22 كنت أسأله عن uh, said, uh, sorry, uh, عدد is, uh, 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 أعضاء like هذه المنظمة uh, وهم ليسوا 300, uh, سبع ملايين uh, ولكن إثنين وعشرين مليون في أنحاء أه, البلد كل هؤلاء يصلوا معنا إلهنا القدوس إلهنا السماوي الآن أريد أن أسأل من أجل إخوتنا من خلفية إسلامية في أصلي أن يجدوا الوقت الذي تكون لهم فيه الحرية أن يعبروا عن إيمانهم بك أيها السيد الرب يسوع We pray, Lord, for laws that will be, نصلي يا رب من أجل قوانين them, تساعدهم أو تفتح أدوار أو أبواب لهم أن يعبروا عن يو إيمانهم يو بك. كون ونصلي يا رب uh, uh, من أجل, أجل, أجل الشباب we Uh, uh, حتى ياتي روحك القدوس عليهم peço, Senhor, ويعرفوك. Na, corações, وأسألك يا رب أن تأتي أيضا علينا وتملأنا que في que البرازيل أيضا كقادة e no أن تساعدنا يا رب أن نكون كنيسة ترسل الكثير من المرسلين <applause> إلى العالم الإسلامي وأصلي يا رب وأشكرك في اسم يسوع المسيح آمين أمين <applause> سنسمع ترنيمه uh, 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 صغيره yeah. uh, من البرازيل mm -hmm. uh, 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 من البرازيل ومعنا 22 مليون اخوه يصلون انا بعتذر لاخوه uh, uh, المنتظرين على الزوم او الاخوه آه آه اللي ارسلوا الفيديوهات، آه كل من ارسلوا لنا فيديوهات سيكونوا آه على الفيسبوك وعلى دوت mbbglobal.net وسيكونوا موجودين للأبد حتى يتبارك يوم الجميع فلنسمع الترنيمة من البرازيل glória e louvores, Nossas mãos e adoremos ao Senhor, que é digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu e maravilhas fazes tu. All oh, right. We see that the, the internet connection is not with us, and I wonder if the director have uh, online uh, uh, Doctor Ihab from Egypt. If he is there, just please let me let me know. And if not, Dur let's Ihab see if uh, Brother um, Said Ojibo um, from Paris is online. وان لم يكن معنا سيكون معنا الاخ سعيد yeah. اجيبه أه... اهلا سعيد اهلا كيداير خويا كل شيء لاباس الحمد <سؤال> لله <prejud fazla نحن> I'm very happy with <wurdeep> you brother <laughs> all right we have both we have Dr. Ehab and we have Saeed, uh, <bridge> I'm, not Saeed... I'm not doctor I'm not doctor no Saeed you go ahead and Dr. Ehab um, you stay stay there right be stand by let's <detention> go to Saeed, Saeed to Paris the first is my director Henry Aoun in English all right go ahead Uh, yeah. معنا, uh, 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 shall we pray together? Henry yes, please, yes, please do. Yeah. do so. Father, how grateful we are to be gathered yeah. from all over the world to pray with and for. ومن ألف آه أخواتنا العابرين من آه آه الخلفية are الإسلامية so for the of نحن we نصلي are so آه ونشكرك من أجل أننا آه آه أن نقف presence, أمام عرش God. النعمة في محضرك That you are our God, our Lord, إلهنا, our Master, our, uh, uh, and we cry سيدنا. with the angels, Holy, قائدنا. Holy, Holy, Lord God Almighty. قدوس, قدوس, your glory قدوس. fills the earth, and we thank you, العرب. Father, for your work in the. نشكرك يا الله and millions من أجل عملك آه في حياة الكثيرين ملايين من العابرين حول العالم الذين أتوا لمعرفة Thank المسيح, المسيح كمخلصهم الشخصي نشكرك من أجل هؤلاء من خصصوا حياتهم لخدماتك نصلي من أجل عائلات من اجل ازواج وزوجات من خلفيه اسلاميه بارك يا رب حياتهم بارك عائلاتهم نصلي ان نرى ايضا عائلات مسيحيه مرتكزه على صخر الدهور حتى نرى ويكون لنا عائلات من خلفيه مسيحيه من خلفيه we اسلاميه you, Father, حول العالم كله ونصلي يا أن رب ان ابناء العابرين, أن أبناء العابرين ايضا ينمو في نعمه الله وينمو آآ في آآ في نعمتك، نصلي من أجل هؤلاء الذين خصصوا حياتهم لخدمتك، هؤلاء من يخدمون في خدمات أو كنائس تحت الأرض، كنائس بيتية أو كنائس معلنة، نصلي أن تعينهم، يا الله. نصلي بروحك القدوس. Name of Jesus, Jésus, Almassie, et la le de Amen. Amen. Alléluia. Père, on veut te remercier et te bénir parce que nous aimons la France, nous aimons ce pays, nous le bénissons, nous le chérissons. Seigneur, nous te prions pour les autorités, nous te prions pour nos frères français, dans cette période de COVID, dans cette période où c'est l'hystérisation dans la société. Nous te demandons véritablement de bénir ce pays. Tous les musulmans, merci pour ce travail. Merci pour ce qu'ils font. يشكر الرب من اجل خدمه قناه الحياه من اجل الاخ هارون ابراهيم والمجد للرب في كل مسار شكرا اخ سعيد عندما يكون عندما نكون فيه <تصفيق> <تصفيق> عندما نكون في اجتماع صلاة وتصلي وتطلب من محاربين أن يصلوا إذا فسيكون هناك مشكلة الكل يريد أن يصلي صلاة رائعة لنذهب إلى فنلندا شكرا هارون Uh, أحبائي عائلة in الرب العالمية نحن واحد في المسيح وحتى نمارس هذه الوحده نتحد بقلوبنا في محبه الله ونقف معكم اخوتنا العابرين ونبارككم في اسم يسوع المسيح ليسدد كل احتياجاتكم ويعطيكم نعمه في كل ما تطلبين احيي كل هؤلاء آه الاخوه آه آه الذين ينضمون الى عائله المسيح, المسيح آه كل يوم آه المضطهدين حول العالم و... 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 وهؤلاء الذين يواجهون مشاكل قانونيه من المهاجرين حول العالم يمكن ان يواجهوا ان عودتهم الى بلادهم في مواقف خطيره فاحنا بنصلي من اجلكم ونبارككم في اسم يسوع ونقف معكم في الصلاه نصلي ان يتغير هذا القانون وهذه الممارسه ضد المهاجرين في فنلندا وفي العالم في اسم يسوع كل هؤلاء المرسلين يقوموا بعمل مرسلي حول العالم الان إيه آه, نذهب الى مصر آه آه. ونتقابل آه مع Uh, many, many الدكتور ايهاب الخرات وهو يقود مركز للتعافي من uh, الادمان Ihab, دكتور ايهاب نحن نحبك كثيرا ونريد uh, ان تصلي من اجلنا is, uh, you uh, شرف لي ان اشترك our معكم اخواتي الاحباء من اجل في الصلاة من أجل إخواتنا العابرين أنا سئلت كثيرا من مراكز الميديا وبرامج كثيرة هل أؤيد إخواتنا العابرين فأنا قلت أننا انني اؤيد الحريه الدينيه لمن يختاروا ان يتبعوا المسيح. يا رب يسوع نشكرك لانك انت الحق وكل من يعرف الحق يتحرر. نشكرك اخونا يا رب من اجل اخواتنا العابرين الذين اعطوا الكل حتى يعرفوا المسيح ويصبحوا أبناء النور أصلي من أجل حرية الجميع الذين هم مضطهدون من أجل اسم المسيح أصلي من أجل نهضة جديدة من الحرية تطلق في العالم كله حتى نرى مجد الله يغطي العالم كله ونرى حريه الروح وحريه الحب في المسيح والسكيب من الروح القدس الذي سيسرع بمجيئك نصلي من أجل الحكمة والاحتمال في قلوب إخواتنا المضطهدين، أنت وعدت يا رب أن هؤلاء الذين سيكون لهم ملكوت السماء، سيكون سيدعون ابناء الله، يا رب اعطيهم القوه، اعطيهم الطاقه و وأعطيهم القدرة أيضا وإكسر كل هذه القيود التي you you so much, تمنع إخوتنا um, من استقبال to, uh, to روحك القدس uh, سيكون yes. معنا uh, his, his ضيف جديد brother, uh, uh, سيمثل uh, كنائس uh, uh, كثيرة Uh, in a, in a هي uh, uh, ترسل مرسلين للعالم uh, peers, كله الكثير من المرسلين من خلال هذه الكنائس شرف لي Reminds ان اكون معكم uh, uh, so, uh, 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 كجزء do, من هذه المناسبه uh, uh, التاريخيه يا رب نشكرك، ونحن نرى Thanks التاريخ يتغير عابرين من خلفية إسلامية لم نرى من قبل من قبل هذا العدد من العابرين يأتون لمعرفة خلاص نحن نعلم أيضا أن هناك الكثيرين من أخوتنا المقيدين في هذا الدين الإسلامي ونصلي أن تكون هذه هي البداية نصلي أن يعلو اسمك ويمجد وأن يأتي, وأن يأتي الكثيرين لمعرفتك, لمعرفتك وخلاصك Uh, يا, uh, يا الله الكثير pray, uh, من we الأحداث التي تحدث في العالم تحزن many, many قلبك، uh, ولكن نصلي أنك تأتي بالكثيرين من من يحبوك أشكرك نشكرك لأنك تقف مع هؤلاء الذين يعانون لأنهم تبعوك. facing a great deal of persecution and a great deal uh, of spiritual warfare because of what they stand uh, for and uh, who they love. نعلم أنه الآن so we pray هؤلاء الذين يقفون من أجل اسمك محاربين would, uh, ولكن نصلي uh, أنك uh, تحميهم وأن تكون أنت uh, uh, كل ما يحتاجون في حضرته. Yeah, thank, you, thank, you, so thank you very, very much. Now we heard Piers who is representing churches. Uh, سمعنا بيرس الذي uh, uh, يمثل uh, have, uh, كنائس كثيرة وهي كنائس مرسلة معنا اليوم كيري وهي وهي <سؤال> منظمة بدايتها هي منظمة عائلية ولكنها تقدم الكثير من المساعدات لخدام الرب اليوم. هؤلاء الناس Better, uh, the better. يؤيدونا uh, يساعدونا the uh, يساعدونا is في Katie التمرين على ان نكون Katie, uh, and, and, uh, في صوره افضل ونحن نقدم رساله الرب معنا كلي الان. هذا هو الرب الذي صنعه الرب. آه، آه، فلنفرح ونبتهج يا رب نشكرك لانك انت الذي حددت هذا اليوم من قبل بدء الخليقة عندما يأتي أبناءك بصوت واحد يرفع العابرين أمامك ونحن اليوم نستمر في رفع أخواتنا العابرين امامك. اشكرك انك تعمل في قلوبهم اشكرك انك حاميهم، اشكرك انك من تمدهم بكل احتياجاتهم. نشكرك انك تملا قلوبهم بروحك القدوس وتكون عليهم علامه انهم اتباع الرب يسوع المسيح. Father, we bless our هم يعرفون brothers and sisters انهم. We bless them with the knowledge of the انك انت Jesus تراهم وانت تعرفهم. نباركهم بمحبه الله. وان تعطينا and نحن. الكنيسه. حكمه. وفهم Uh, أن نعضد إخواتنا العابرين وليعرفوا في اسم يسوع Amen. أنهم ليسوا Amen. وحدهم أمين إيمان أنا آسف أنا بقدم الناس wait على طول فقالت له أنا سعيدة أنا to في محضر الرب سأسألك أن أصلي من uh, أجل السلطات التي تحكمنا ولكن قبل ذلك لنذهب إلى أخونا أحمد أه أنصاري, أه أحمد there, أنصاري right? هو أه yes, قائد مايك أماتو أه 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 عابر أه uh uh من خلفية إسلامية من إيران وهو من محبات تي في عايزكم تعرفوا أن هناك عدة ملايين تشاهد هذا البث الآن Uh, نحن معكم ونشكركم. You know اريد ان تعلموا أه ان في And ايران year, أه أه this, uh, أه بلد خطيره down, جدا لاخوتنا العابرين. Uh, أه هناك خمسة وثلاثين uh, ألف مسلم uh, like من في إيران الآن أتوا لمعرفة المسيح ولكنها خطوات خطيرة لذلك آه آه نحن نحتاج uh, الى اشتراكنا آه 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 جميعا Pray في الصلاه من اجل الخدمات التي تصل الى المسلمين والى آه ونصلي من اجل آه آه المسلمين المسيحيين خلفيه اسلاميه سأصلي بالفارسية حتى يسمع أخواتنا المنضمين إلينا على قناة محبات الآن إيران هي أخطر تاسع دولة على العابرين في العالم هناك ملايين من العابرين الإيرانيين مضطهدين اليوم ويعيشون حياة خطيرة جدا من أجل إيمانهم ولكن مع ذلك إحنا نرى أن الكنيسة تنمو وعمل الله مستمر حتى في وسط هذا الاضطهاد فإحنا بكل قلوبنا نصلي من أجل إخوتنا العابرين إيرانيين أيضا ونشكر الله من أجل هذا المجد الذي نراه يحدث أمام أعيننا نقول يا رب أنه ليس لنا ولكن لإسمك تعطي مجدا ليك المجد شكرا آآ آآ لأنكم استضفتونا وعن كل إخوتنا عن كل الإيرانيين نقول أننا نحبكم ونشكركم أنكم أعطتونا الوقت للمشاركة Michael, uh, and, uh, uh, so شكرا اخونا مايك ونحن ايضا uh, سعداء انه هناك um, اخوه من ايران يصلوا باللغه الفارسيه. معنا الاخت ايمي الان uh, <تصفيق> 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 من العجيب والرائع أننا الآن في الساعة الرابعة من البث المباشر ومعنا لغات عديدة وكثيرة جدا من حول العالم إيمي عابرة هي أخت went, uh, uh, and, uh, and مرت باضطهاد كبير <applause> في حياتها <تصفيق> ولكن <تصفيق> ولكنها أيضا so وجدت الفرح في المسيح نعم yes, <applause> <and تصفيق> أنا معكم وأنا سعيدة أني أكون مع أخواتي احتفل بالرب واعلم ونعلم جميعا اننا لسنا وحدنا نبارك اسمك. انت يسوع إيمانويل الله معنا. يسوع نحن نقول انك ربنا والهنا. كل من يدعو باسمك ستكون انت في وسطهم. يا رب نشكرك من اجل هبه الخلاص ونعمه الخلاص يا رب انت كان لك القوه والقدره ولك القوه والقدره ان توقف اي عمل ولكنك اردت ان تعضدنا وان تعطينا خلاص بدمك ونصلي من اجل اخوتنا آآ آآ ونصلي حمايه ونصلي قوه ايمان يا رب انت وعدتنا انك لن تتركنا ولا تهملنا ابدا ونحن نثق فيك ونثق في كلمتك وكما تعطينا انت اليوم يا رب آآ آآ بروحك القدوس في اسم يسوع المسيح الناصري أعلن أن كل من يسمع صوت صوتي اليوم نصرة وسلام وفرح ونصلي هذا في اسم يسوع المسيح آمين شكرا اختنا ايمي ام. سنبقى مع مصر you? الان وسنقدم <applause> <applause> الاخت <تصفيق> نورا هي تقدم برنامج صوت العابرين Unfortunately, I, I have to say again, sorry for those who have maybe <lly> more than <to> 10 videos <little languageilles> that we cannot <take>. <unknowns> <psychoan> لانه لن استطيع تقديم كل الفيديوهات ولكني ساقدم فيديو نوره لانها تمثل كل العابرات من خلفيه اسلاميه انك يا رب توصل بنعمه خاصه بهم في اسم يسوع تتلامس يا رب مع احتياجاتهم النفسيه والجسديه والروحيه يا رب تسدد بغناك يا رب كل احتياجهم في اسم يسوع تلمسهم يا رب لانك انت لهم الاب الراع والراعي الصالح رب في اسم يسوع يا رب تشفي يا رب مشاعر يا رب مجروحة يا رب تلمس يا رب قلوب مكسوره وتداويها لجل اسمك يا رب يا رب ترفعهم على الأزرع الابديه سيدنا يكونوا مثمرين وفعالين وعاملين في كرمك يا رب في اسم يسوع تكون هي دي الكنيسه الجديده يا رب اللي بتصنعها بيمينك وبتاسسها يا رب عشان تكون بدايه عهد جديد يا رب يكون الخدام المستخدمين كل كلهم يا رب في هذه الكنيسه من العابرين يا رب انا بشكرك لاجل كل اخ وكل اخت يا رب جذبتهم شبكة النعمة يا رب وانتقلوا من الظلمة للنور يا رب في اسم يسوع وبس يا رب زي ما تقول كلمتك أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا ويكمل يا رب أشكرك لأنك زي ما بدأت بنعمتك ومحبتك معاهم ونقلتهم من الظلمة للنور هكذا يا رب هتعدي بيهم كل ايام ومراحل حياتهم بنعمتك وبمحبتك يا رب في اسم يسوع في اسم يسوع انت مش لوحدك انت مش لوحدك عايز اقول كلمه ان الرب اللي كان معانا وما هو معاك ومش هيتركك وهو معانا ومش هيتركنا ثق الله خلي عينك وقلبك ونظرك وكل فكرك فيه وكل فكرك فيه وثقي ان هو هيمشي بك الطريق وان هو معاكي وانك انت وانت مش لوحدك Thank you, thank you, Noura, for your prayers. Very she, she, قالت, she prayed, for course, uh, she, had to trust uh, but she prayed; it was really for us and with us. Uh, and uh, she said that you are not alone; you are. اا يا ريت انكم تزوروا هذا الموقع mbbglobal.net شارك هذا الموقع وايضا mbbglobal فيسبوك وايضا mbbglobal youtube uh, وعندما uh, so you uh, uh, تضع uh, uh, with the, with uh, you ال Uh, uh, things um, uh, on um, really ستصلك كل الفيديوهات many الجديدة. What, what الكثيرين يسألوننا ماذا بعد؟ هل هل ماذا بعد 18 نوفمبر؟ عندنا uh, أخبار سارة لكم. So هذا هو الوقت the الذي video, uh, نعمل uh, فيه. أم خلينا نشوف الفيديو ده اللي بيقول لنا إيه ماذا بعد MBB Global ام بي تريد ان نريد كجماعه ان احنا نتحداكم انكم تصلوا من اجل العابرين في العالم كله في سنة واحدة عندنا أكثر من خمسة الاف دقيقة فالمسيحيين إحنا بنطلب المسيحيين من العالم كله يصلوا معنا في كل دقيقة من هذا العام هل من الممكن إنك تقدم في خلال هذا العام القادم 15 دقيقة فقط تصلي فيها من أجل العابدين إذا دخلتم على الويب سايت بتاعنا ستجدوا نتيجة تقدروا تضعوا فيها ال 15 دقيقة اللي أنتم هتصلوا فيها بأي لغة انتوا عايزين تصلوا بهم عندما تشتركوا على الموقع سنرسل لكم طلبات الصلاة سنرسل لكم التحديات والأخبار السارة وكل ما نريد أن نشارككم به خلال العام يا <تكلم> رب نشكرك من أجل كل ما صنعت في هذا الوقت في هذه الأربع ساعات المحدودة كانت محدودة ولكن نعمتك وجلالك غير محدود كل هؤلاء أبطال الإيمان الذين صلوا معنا نشكرك من من أجل السلطة المعطاة لنا من خلالك كل you شيء يا رب شكرا لك انت الصالح رب ومحكوم انت رب ومحكوم انت الوقت uh, uh, so uh, uh, ذهب سريعا uh, so we'll معنا دقيقتين فقط سنعطي دقيقه that. واحده للقس ياسر وسنختم بترنيمه انت لست وحدك آه. سنراكم جميعا على موقع الصلاه المخصص للعام. نحن مضغوطين من كل الاتجاهات ولكننا لسنا مسحوقين. نحن غير متروكين مع الله من الله. نحن من خلال آه المعاناه التي نعانيها آه نرى آه عمل from الله from في حياتنا death, life, ونحن نعلن انه ليس آه آه شيء Christ يفصلنا عن المسيح no لا موت ولا uh, شياطين ولا اي شيء, شيء يفصلنا nothing, عن المسيح no <سؤال> ليس هناك خليقة أو مخلوق يفصلنا <سؤال> عن المسيح الله يدعونا من, من الظلم نحن الآن نعيش في النور نحن نصلي أن كنيسة العابرين ستكون كنيسة مرسلة ومرسلة حتى نصل إلى نهاية العالم العالم كله برساله المسيح انت لست وحدك I am rejected for my faith for choosing to walk in Jesus path